السلام عليكم متابعين ترو جيمينج، واخيرا بعد انتظار طويل الاكس بوكس سيريس اكس بين يدينا. طبعا بيكون فيه اثنين، فيه الاسود اللي هو الاكس بوكس سيريس اكس، وفيه الابيض اللي هو الاكس بوكس سيريس اس، لكن اليوم تركيزنا بيكون على الاكس بوكس سيريس اكس. راح نشوف نظرة عميقة عن هذا الجهاز بتصميمه الشامل، ونحب طبعا نشكر مايكروسوفت لدعوتهم ومكاتبهم حتى نشوف هذا الجهاز ونناظر فيه كل التفاصيل. طبعا مثل ما هو قد واضح قدامكم، هذا هو التصميم الأخير اللي راح تحصلونه في المحلات وبيكون عندكم في البيت. طبعا التصميم هذا او الجهاز هذا هو الجهاز الفعلي، هذا ما بيسمى الموكب او نموذج تجريبي للناس حتى ياخذونه ويعرفون حجم الجهاز. فمثل ما تسمعون الجهاز فاضي من جوا، فباصقع انا عشان تسمعون انه فاضي، ما في شيء جواه. الجهاز جاي مره خفيف، وبرضو الشيء الاول اللي تلاحظه من اول ما تمسكه اللي الكاميرات دائما تظلمه، صغر حجم هذا الجهاز. في الكاميرا يبان لك انه شكله مره وعب وكبير، لكن في الواقع تقدر تشيله بيد واحده، تقدر تحطه مكان كذا ولا يبان انه يعني ياخذ مساحه كثيره وهو واقف. وبرضه طبعا يمديك تبطحه كذا وتاخذ الوضعيه هذه اللي يز من تحت التلفزيون حتى ما ياخذ مساحه كبيره لو ما تبغى يكون في الواجهه باين. طبعا اكثر شيء يجذب فيه هو شكله الافقي هذا اللي تحصل دائما صور كلها اللي انتشرت عليه بهذا الشكل. لو تفكرون في ليش هو كونه وجهه افقي او شكله افقي، هو الفتحة اللي فوق هذه. هذه الفتحة اللي فوق هي تعتبر زي كانت تبريد أو فتحة التبريد للجهاز، ففيها مروحة. فلما يحتر الجهاز المروحة تشفط الهواء من داخل الأسفلة وتطلع الفوق، وهذا شيء مرة عملي لأن الهواء الحار أصلاً دائماً يرتفع الفوق، فالمروحة بس شغلتها تشفط بسرعة وتطلع برا الجهاز. طبعا الاكس بوكس سيريس اكس يعتبر اقوى جهاز العاب تقنيا في هذا الجيل الجديد من بين طبعا البلاي ستيشن 5 والاكس بوكس سيريس اس، وراح يقدر يشغل الالعاب بدقه 4K، والاطارات فيه راح توصل الى 120 اطار بالثانيه. طبعا مثل ما تشوفون في واجهه الجهاز من قدام عندنا الزر التشغيل اللي عليه شعار الاكس بوكس، هذا اللي تحت منفذ الديسكات او البلوراي ديسكس، وهنا زر اللي يطلع الشريط نفسه او الديسك. عندنا هنا فتحة USB، وهنا زر اللي تقدر تسوي عليه سينك حق يدين الاكس بوكس. وطبعا في خلفية الجهاز عندنا فتحة HDMI، الباور سبلاي، فتحتين USB زيادة غير اللي قدام الأولى، وفتحة توسعة ذاكرة التخزين حقة الجهاز اللي تنباع بشكل منفصل، وأخيرا الإيثرنت عشان تشبك سلك إنترنت عليه على طول. طبعا غير فتحة التهوية الأساسية اللي جاية من فوق، في برضو فتحة خلفية للتهوية احتياطية أو زايدة تطلع منها الهواء. طبعا السعة التخزينية لهذا الجهاز هي 1 تيرا بايت، بينما السيريس اس راح يكون 512 جيجا بايت. وبما انك راح تشتري اكس بوكس سيريس اكس، غالبا راح تشترك بالاكس بوكس جيم باس، فهذه 1 تيرا بايت راح تخدمك كثير، وتقدر تخزن عليها العاب اللي متوفرة في هذه الخدمة الرائعة. واخر شيء راح نتكلم عنه هو سعر الاكس بوكس سيريس اكس اللي هو ب 2299 ريال. الجهاز طبعا الان متوفر للطلب المسبق في مواقع الاونلاين والمحلات المختلفه. وهذه هي الاقدر الاشياء اللي نقدر نشرحها لكم عن هذا الجهاز بالموكب اللي عندنا. خليكم عندنا على قناه ترو جيمنج حتى تشوفون اشياء اكثر عن الاكس بوكس سيريس اكس واي شيء جديد يخص الجيل القادم. ولا تنسون تساعدونا في نشر هذا الفيديو واللايك والسبسكرايب حتى تشوفون فيديوهات رهيبه اكثر مثل هذه.